بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبوث رحمة العالمين. ذكر يقال الشكر، الشكر على المعافاة قصر فيه كثير من الناس، لذلك برضو يعني كثرت البلايا وكثرت المحن والمصائب، لأننا نشكر الله سبحانه وتعالى على المعافاة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذا الذكر، عندما تجد إنسان مبتلى يجب عليك أن تقول. هو سنة، بس العلماء يعني وهي السنة معناها إيه؟ الصحابة كانوا يفعلون على السنة ويحرصون عليها لأنها سنة، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة معناها الطريقة التي الدين، السنة هي الدين التي تكمل الفرض. مين يستطيع أن هو يفعل الفروض على أكمل وجه؟ السنة تكمل الفروض، والذي يكمل النقص في الفروض يعتبر فرض في الحقيقة، في حقيقته، لأن السنة تكمل الفرض. فالذكر ده عظيم جدا، الذكر ده يعافيك من المصائب. إذا رأيت أي إنسان مبتلى قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به أخي فلان من مرض كذا أو مصيبة كذا، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، لم يصبه هذا البلاء أبدا أبدا. واحد عرفت أنه مرض بالسرطان، واحد طلع على الملأ قال أنا مريض، أنا عيب بالسرطان. أول ما تسمع هذا قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلان، فضلني على كثير من خلقه تفضيلا أو من خلقه تفضيلا. يعافيك الله سبحانه وتعالى من السرطان، لا تمرض بالسرطان أبدا. هو مش أنا اللي بقول كده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده. طب مش نعمة عظيمة؟ ده كلنا خايفين من السرطان، ده كم الناس دلوقتي بتمر بالسرطان؟ ليه؟ محدش بيقول هذا الذكر، ليه اللي بيفطن لهذا؟ تركنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف واحد في الشارع، بعض الناس أو بعض الصالحين يقول هذا الذكر يوميا، ربما أكثر من مرة، كلما تذكر مصيبة إنسان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلان من مرض كذا أو مصيبة كذا، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. ليه؟ لأن الشكر دي شكر النعمة، شكر النعمة على المعافاة نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، والتقصير في الشكر يعتبر كفر النعمة، وكفر النعمة يؤدي إلى زوال النعمة، وحفظ النعمة لا يكون إلا بالشكر. فالشكر يؤدي إلى حفظ النعمة ونمو النعمة والبركة وزيادة البركة فيها. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقليل من عبادي الشكور، ربما تكتب عند الله من الشاكرين. اقسم بالله ما بامزح، لو انت حافظت على هذا الذكر لا لا لا, لا تكتب عند الله من الشاكرين. يعني انت بتشكر الله سبحانه وتعالى على المعافاه كل يوم، وتبقى تشوف انسان مصاب او مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلان الفلاني من مرض كذا. وما اكثر البلايا والامراض، وقالت واحد ماشي في الشارع بيعرج، واحد مبتور حسيته حاسه والعياذ بالله، وبتر احد اعضاء قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به هذا، ما توصفش هذه الحادثه ابدا. اشتكرت نعمه ربنا على المعافاه من هذه الحادثه، والا تدور دائرته عليك، تدور دائرته عليك. انت سمعت ان فلان ابتلى بفلان بمصيبه وما شكرتش ربنا على المعافاه من هذه المصيبه، بعد يوم بعد شهر بعد سنه تدور دائرته عليك وتصاب بنفس هذه المصيبه. ليه؟ لا، وانت ما شكرتش ربنا على نعمه المعافاه. المعافاة نعمة عظيمة من المصائب، وما أكثر المصائب هذه الأيام، ما أكثر المصائب هذه الأيام بسبب عزوف الناس عن السنة النبوية وعن الأذكار وعن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر في الجامع التي تحفظ الناس وهي تجعلك في ذمة الله سبحانه وتعالى، وعن الأذكار التي هي الحصن العظيم التي يقيك ويحفظك. عشان كده كثرة البلايا وموت الفجأة والأمراض التي كنا لم نسمع عنها في قبل، كالسرطان والسكر وغيره من الامراض التي تغلت وتفحشت. سمعت واحد جاله غيبوبه سكر وبطل، واحد على طول يقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به فلان من مرض السكر، فده ما تصابش بسكر، سرطان ما تصابش بسرطان، حادث سياره ما تصابش حادث سياره، بتر في احد الاعضاء ما تصابش بتر احد الاعضاء، وهكذا. خساره في مشروع وانت مقدم على مشروع والحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذا المشروع، وهكذا. واحد رفوسه راحت، فلوسه سرقت، وهكذا. اي مصيبه من اي نوع، لو انت شكرت الله سبحانه وتعالى على المعافاه لا تصبك هذه المصيبه ابدا. فانا هكتب لكم الذكر ده تحت الفيديو، ربما كثير من الناس يعلمه، لكن كثير من الناس لا يعي قيمه هذا الذكر ولا يعطيه حقه. لذلك انا ساكتب هذا الذكر تحت الفيديو. يا ريت تنسخوه ان شاء الله، ما كنت استنى، يا ريت كلنا نحرص من الان ان انت
لاستطعت كل يوم، لاستطعت كل مرتين ثلاثة في اليوم، كل ما تتذكر مصيبة إنسان قل هذا الذكر حتى تعافى من المصائب وتؤدي شكر الله سبحانه وتعالى، وتكتب عند الله من الشاكرين، وتحفظ النعمة اللي أنت فيها من المعافاة، وإلا كما قلت تدور دائرة عليك. أقول قولي هذا، استغفر الله.